ايضا من ضمن التشيكات عندنا هنا الصدام الامامي مفك، طبعا العظمه من جوه تكسرت او الصدام نفسه متقطع الله اعلم، لكن بسبب انه انسحب الصدام مشدود من هنا فما عنده مرونه انه يرجع، فراح افك المسمار السبعه اللي هنا واسحب الصدام للخلف ويرجع هذا مكانه، بعدين اشد، يعني يعتبر تثبيت مؤقت. طبعا فكينا الصدام ولقينا انه العظمه سليمه، ولكن المشكله في فتحات الصدام متقطعه، واساسا حتى سبق وجود له هنا سيليكون، فلازم نشيل الان السيليكون القديم وراح نحط له سيليكون جديد ونسوي عليه اشترطون ثابت حتى يثبت، بعدين نشيل الاشترطون. طبعا الحل الوحيد انه وضعنا مسامير صغيره نربط الصدام. طبعا تم تثبيت الصدام بالمسامير لانه السيليكون لوحده ما نفع، الاشترطون برضه اللاصق ما نفع لانه المكان مو مناسب، فسوينا مسامير تثبيت مع سيليكون داخلي، وهذا بعدين له خيارين، انه يفك المسامير ويضع لها مناكير او لون ابيض في محل الفتحات، او يرش المسامير لون ابيض وينتهي الموضوع، لانه الصدام للاسف متقطع في الفتحات فصعب انه يتصلح الا عن طريق تغيير صدام بالكامل، ولكن هذا حل مؤقت ويعتبر برضه حل مستمر لو حب انه يغطي الالوان المسامير وينتهي الموضوع، او انه يفك المسامير بعد تثبيت السيليكون ويغطيها بلون وينتهي الموضوع. كذا الان تم تثبيت الصدام بشكل كامل.